داخل في امتحان الميد تيرم. هو مش المعتاد ان هو كان بيخش لحد الفلور ديزاين، تمام، يعني لحد السنه اللي فاتت كان هو لحد الهيدروليك ديزاين اوف وير يعني. انا ما اعرفش طبعا هو يعني الدكتور هيبقى، هو انا عارف ان هو مخلص معاكم المحاضره، مخلص معاكم، وهو الاساينمنت ده هيتاخد على اسبوعين، اللي هو الاسبوع اللي فات والاسبوع ده. فما اعتقدش زي ما كنت قلت برضو المشمهندسه هدى، ان ما اعتقدش ان هو هيخش ان ديب في مساله من المسائل، تمام كده، او ان هو يحط لكم مساله زي مثلا المساله الاولى او الثانيه، هتبقى مساله اللي هي ايه دايركت بيسود، يعني اللي هو حاجه ايه ما فيهاش لوعه. ولو ان هو عارف ان المفروض الدكتور عارف ان احنا لسه ما هضمناش الشيت مع بعض، يعني هو عارف ان لسه الشيت ما تسلمش وما تعملش عليه كويز، يعني الهيدروليك ديزاين وش طبعا هيجي عليه شغل كتير جدا، تمام كده. فدي تاكد من طبعا ده، غير بجانب ان اصلا الميد ترم هو بيبقى مدته ساعه، فالساعه دي هتعمل فيها ايه ولا ايه يعني. فانت مش متخيل انك انت هتخش تلاقي 500 سؤال، ان هو هتبقى مساله مثلا يعني عن سؤال نظري ممكن مثلا يجيبه لك عن الفانكشنز اوف ويرز مثلا، ممكن مثلا يطلب منك بقى اللي هو السؤال اللي هو بتاع مثلا الهيدروليك ديزاين اوف وير، اللي هو المهندس احمد نبيل كان داس معاكم فيه يعني، يبقى مطلوب بقى فيه A و B و C، يبقى فيه كذا ما مطلوب يعني. ده اللي حصل تقريبا الميد ترم اللي فات. بس الفلور ديزاين طبعا ما كانش جاب عنه حاجه، ولكن ممكن المره دي مثلا لا اما يجيب مساله زي ما قلت لكم كده دايركت زي الشيتات كده، بحيث ان هو عارف ان انتوا لسه ما هرستوش الموضوع قوي، لسه المفروض ده احنا نشتغل في الديزاين. فطبعا دي نقطه ايه مهمه. او ان هو الدكتور يجيب لك حاجه عن الجزء الثيوريتيكال في الفلور ديزاين او الاستاتيكال ديزاين. طبعا الاستاتيكال ديزاين اللي هو ايه اللي هو كان شرحه معاكم الشغل النظري اللي في المحاضره يعني، اللي هو البريشرز مش عارف ايه. انا هحاول اوريه لكم، اللي هو كانت المحاضره رقم 4، عارف هي موجوده. الكلام ده مهم جدا، نجيب لكم مسألة أو مسألتين يعني، ممكن نجيب لكم مسألة أو مسألتين عليهم. هو الكلام ده يعني هو ممكن يسألكم عن إيه دي. كل ده نظري معلهوش مسائل، يسألكوا عن الأشكال بتاعة البريشرز بتاعة المية والأبليفت اللي على الإيه ثيوريتيكال وير، الفورسز شكل الفورسز إيه. الكلام ده معلوش مسائل في الشيتات، أو يعني أقصد في الشيت بتاع الفلو اللي معرفش هل هو كان هل الجزء ده كان متضاف في الهيدروليك ديزاين؟ كان عليه مسائل؟ لا برضه لا، مش عليه، مش معلوش. مفيش. طيب أعتقد إن هو هيتكلم كتير جدا في الحاجات دي نظري، ان هو الكلام ده عمره ما اتحط عليه مسائل. بعد كده بقى ده اللي هو الجزء بتاعنا احنا، اللي هو ازاي اثبت اصلا ان احنا محتاجين، شايفين ده الطول اللي هيحصل عليه الكريب لينس او البركيوليشن لينس. كنت بقعد اقول لكم ان الميه ماشيه لحد ما توصل الناحيه الثانيه تعمل فوران هنا، تمام، واثبات اهو اللي كنت قلت لكم عليه بتاع دارسي كويشن، تمام. نفس الكلام هو عايز هنا مثلا الكريتيكال كيسز. لا مش مشكله طبعا، الفرق ما بين البلين واللين اهو، البلاي واللين اسف يعني، اللي هو الفرق ما بين اللي هو التلت الهوريزونتال. فهو ده كل ايه، هو ده يبقى كل الكلام في الجزء الثيوريتيكال ده، ده تمام كده، والفورسز ودوت كايه كجزء ثيوريتيكال. هو ده اللي كان حتى قايل كده يعني، هو قايل كده في ال قايل كده في الـ في في الـ في الميل يعني، ان هو هيتك على الجزئيه الهيدروليك ديزاين والاستاتيكال ايه الاستاتيكال فورسز او الاستاتيكال سيستم يعني، تمام. طيب فهو ممكن يبقى طالب منك زي ما بقول لك كده، ان هو تبقى عايز ترسم شكل كروكي، ترسم له مثلا ايه الستبس مثلا عشان نقدر نحسب ببلاي او بلين، تمام كده.
او زي ما قلت لك ان هو يحط لك مساله زي الايه اللي قصادنا دي. فتعالوا كده نبص واحده واحده كده. هل حد من الناس اللي حضرت داست في الاصلين؟ يعني اول مسالتين وانا المفروض ان انا ايه انا المفروض انا المفروض ان انا عملت الاناليسيس بتاعت اول واحد وثاني واحد، وكنت عندي كذا سؤال في الثالث بس شكرا. ماشي التالت ده يعني ماشي يبقى ممكن نتطرق ليه بعد الترم يعني، مش الدرجه يعني. التالت ده اللي هو الستيب دويل تمام كده، فدي بالظبط. كيس صعب جدا تيجي في الميد ترم اصلا يعني. فاحنا بنتكلم على الاثنين الاولانيين دول اهم، فدول الناس داست فيهم ووصلت دي بالخطوات اللي انا كنت بتكلم عنها ويمكن اقل كمان. ليه بقى؟ لان هنا الراجل محتاج بلاي بس، دي اول واحده، وهنا سي بلاي. ما عندكش غير سي بلاي، فانت هتشتغل ببلاي بس. هنا انت هتشتغل بالاثنين، البلاي واللين. ده بقى نفس الخطوات اللي انا كنت عاملها على الايه، على البورد تمام كده. فمثلا لو بصينا على المساله دي نقدر نرسمها سوا. حد رسمها؟ طب انا يعني كده جاي اشرح من اول وجديد يا جماعه. رسمك ايه يعني؟ هقول نفس الخطوات رسمت الويرز نفسه يعني. يعني عمل كده، لا يعني عمل كده. هو انا ما رسمتش بس عملت الخطوات يعني اللي في دماغي كده. حل طلع نواتج ايه؟ انا خلصت الاناليسيس بتاع اول سؤال. اي كل تمام. طيب يعني ممكن يعني اقول لحضرتك خلينا نبص مع بعض. طب سريعا الناس، اول حاجه طلعنا الداتا بتاعتنا اللي هي السي بلاي اللي هو كان الدكتور مديهاني اللي هي ب 12 تمام كده، اهي السي بلاي ب 12. وعندنا البيد ويدث اوف كانال ب 7 متر، ده مش هنستخدمه في حاجه. امال مين اللي يهمنا؟ الكريست لينس اللي هو ال 5.6. ليه الكريست لينس ده هنستخدمه في ايه قدام؟ لما نيجي نجيب الواي كريتيكال بنحتاج حاجه اسمها ايه؟ الكيو سمول. الكيو سمول اللي هي بتساوي ايوه اللي هي بتساوي الكيو كابيتال على البي، على البي. البي ده مش العرض بتاع الكنل، ده عرض مين؟ عرض الكريستلينس اللي هو الميه المفروض بتعدي منه بالظبط كده. عشان بس دي تعادل الدكتور هو مديها هنا علشان ايه؟ يخمك يعني او يلخبطك. طبعا مديك هنا البيد ليفل الاب ستريم والداون ستريم، الفرق ما بينهم ايه؟ نص متر. فاكرين دي اللي كانت هي عباره عن ايه؟ اللي هي البيد الفرق ليفل يعني دلتا. ايوه الفرق الليفل اللي كنا بنسميها دلتا اهي، اللي كنا بنسميها ايه يا شباب؟ دلتا. حتى ممكن اشرح لك دلتا. على دي يعني ما فيهاش مشكله. فانت دلوقتي عندك ايه الدلتا؟ هو مدي لك ان ده منسوبها 7 وده منسوبه 6.5. مدي لك هنا الوير ده العرض الداخلي بتاعه 5.6، مديك عرض القناه الترابيزويد اللي ما يهمنيش طز فيه اللي هو عرض كام؟ ب 7 متر تمام كده. طيب ومديك كمان كان ايه في المساله؟ مدي لك مديني الاب ستريم كريست ليفل. الكريست ليفل ومديك الاب ستريم موتر ليفل. مديك الاب ستريم موتر ليفل ومديك الكريست ليفل. طب الكريست ليفل ده ايه لازمته؟ اجيب منه الواي اللي هو المسافه ما بين الوير والداون ستريم موتر ليفل. كيس الله ينور عليك بالظبط كده، اللي هو بنجيب منها الكريتيكال كيس اللي هي الواي كابيتال اللي هي دي، اهي قيمه الواي كابيتال هي ما بين الكريست وما بين مين؟ الداون ستريم بيد ليفل. دي اللي هي الكريتيكال كيس، اتعامل على انها دي اسوء حاله ممكن تحصل. طب بس الحاله الحقيقيه بقى اللي بتحصل مين؟ اللي هي مين؟ اللي هي الاب ستريم موتر ليفل والداون ستريم موتر ليفل اللي هو ب 10 بالظبط. داون ستريم ايوه. فاحنا نيجي نعمل ايه بقى؟ اول حاجه عايزين نروح كنا بنعمل ايه؟ بنعمل اسيوم لكذا حاجه وبنتحضر شويه حسابات. فاكرين الكلام ده؟ كنا من اسيوم ايه؟ كنا من اسيوم ال1 وال1 اللي هو كان الطول اللي قبل مين؟ اللي قبل الوير. ال1 اللي هو الطول قبل ما حصل وش اب ستريم الوير. يعني طبعا احنا هنا شغالين احنا هنا شغالين ستاندنج وير، فهو الدكتور حاطط دي يعني لو انت تبدلها مكان دي فخلاص شيل ده وحط ده مكان. فاحنا عندنا ال1 دي هنقسمها من 3 ل 5 والT1 اللي هي ديت انا الاسيومها بكام؟ بنص ايه؟ نص متر تمام كده؟ طيب بنص متر. عايز تقسمها خمسه براحتك يعني. ايه؟ T1 بنص متر. تمام. طيب بعد كده هنحسب شويه ايه حسابات ونحطها على جنب، نركنها على جنب علشان ايه؟ الكالكوليشنز بتاعتنا.
فنيجي نقول بقى الدلتا بتاعتنا اللي هو عباره عن اب ستريم بيد ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل اللي هو يطلع كام بالنسبه لنا؟ نص متر. انا ممكن احط لكم الاثنين اهو بحيث ان ايه الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لكم كده. تمام الاثنين الشاشتين واضحين صح كده؟ تمام. فاحنا هنا بالنسبه لنا اللي هو مين البيد ليفل اهو اللي هو 7 ناقص 6 ونص دي احنا كده جبنا قيمه مين الدلتا. قيمه الواي بقى الواي كابيتال اللي هي كريست ليفل ناقص داون ستريم بيد ليفل اللي هو طلع معاكم كام 9.08 ناقص مين الداون ستريم ناقص 6.5 2.58 ايوه تمام. يبقى ده كده جبنا قيمه الايه الواي كابيتال. يتفضل لنا مين طول ال ال 2 والتي 2 والتي 3 بتبقى نص التي 2 فاحنا كده بقى عايزين الثلاث ابعاد دول. ها ال ال 2 انت هنا شغال ستاندنج ويف وير من 2 ل 3 بقى ايوه يبقى ستاندنج ويف وير. يبقى نرجع اول ما نفتكر ال 2 نرجع هو كان نوع ايه بقى كان عباره عن ستاندنج اهو ستاندنج ويف وير. فاحنا هنيجي هنا يبقى من 2 ل 3 الايه الواي تمام كده. طبعا يعني ايه ماشي يعني خد حاجه يعني اضرب بره 2 في الواي ومره اضرب 3 في الواي وبعد كده خد رقم ايه افريج ما بينهم يعني تمام. طيب اخر حاجه بقى اللي هي مين اسف معلش التي 2 التي 2 هتبقى كام من 0.8 لحد 1 في جذر الواي والمفروض يبقى يطلع اكبر او بيساوي كام المتر 1 صح ولا لا؟ طيب يبقى الواي بتاعتنا هنا طلعت قلنا بكام حسب انا معاكم 0.8 ناقص 6 دي الواي 2.58 لو عملنا سكوير روت للرقم دوت هيطلع 1.6 فاحنا لو ضربناه اصلا في 1 هيطلع 1.6 صح ولا بتكلم غلط؟ تمام يا باشمهندس. ضربناه في 0.8 هيطلع 1.2 فالترنج بتاعك من 1.2 ل 1.6 عايز تاخده 1.5 ذاتس اوكي. فاهمين يا جماعه انا عملت ايه دلوقتي؟ طيب ماشي يعني مع نفسي يعني مش تمام يا فندم. طب ما ترد قول اه في حاجه اه قول مش مثلا يعني مش شرط ناخد البوينت 8 او الواحد ممكن ناخد قيمه في النص عادي ما بينهم. ايوه يا جماعه ايوه بالظبط كده ما هو افريج حاجه افريج كل ده اسيومينج نفس الكلام برضه يعني ناخدها ب 1.5 مثلا ناخدها ب 1.5 مثلا تمام. بس هو ده اللي انا قلته لو احنا هنا قلنا 9.08 اللي هو كريست ليفل ناقص ال 6.5 طلع معانا 2.58 دي قيمه الواي حلو كده. لو احنا بنجيب التي 2 اه طبعا هنضربها بعد كده في روت فسكوير روت الرقم هيطلع 1.6. طيب لو انا ضربت في 1 خلاص يعني هيطلع 1.6 او لو ضربت في 0.8 هيطلع كام 1.28. فاحنا بنتكلم في رينج من 1.28 لحد 1.6 خد حاجه في النص 1.5 يا سيدي تمام كده 1.4 اللي يريحك تمام اي رقم ما بين ال 1.28 لحد 1.6. طبعا ليه هنا علشان احنا الحمد لله الرقم مفيش يعني مثلا كنت ضربت 0.8 طلعت اقل من الواحد يبقى انت هتنجلكت الريشيو بتاع 0.8 دي خلاص. يبقى هنبدا من واحد لحد الرقم اللي طالع لك نتيجه اللي هو واحد في جذر الواي. فاهمين انا قصدي ايه؟ اه تمام اه تمام. فيعني انا مثلا لما ضربت في 0.8 دلوقتي من شويه طلع ب 1.8 فرضا كان طلع 0.45 مثلا ولا 0.98 ولا مش عارف ايا كان طلع كسر اقل من ايه ال 0.8 دي راحت جابت لي الرقم اقل من 1. يبقى انا بالنسبه لي الرينج بقى من كام؟ لا طز بقى في اللي هو اللي جايبه لي 0.8 من 1 ل 1 هنبدا من 1 متر لحد اللي هو ايه الواحد في جذر الواي اللي كان طلع ب 1.6 فاهمني. بس فاحنا دلوقتي كده ايه هنعملها مثلا ب 1.5 نفس الكلام برضو ال 2.58 دي اللي هو كان اللي هي الواي يعني هنضربها مره في 2 طلعت ب 5.16 تمام كده وال 2.58 في 3 طلع ب 7.7 فممكن ناخد حاجه ايه في النص اللي قبلها كان 5 بوينت كام مش فاهم تقريبا هناخدها بتاع ايه 6 متر 6.5 متر عايزين تاخدوها 5 متر ذاتس اوكي ماشي
تمام. طيب وفي الاخر طبعا تي 3 ديتا اللي هي بتساوي مين التي 2 اللي احنا جبناها من شويه اللي كانت 1 ونص دي قسمناها على 2 يعني بوينت 5 بوينت 75. هنيجي بعد كده نحسب مين الكيو سمول بقى. الكيو سمول بتساوي مين الكيو كابيتال على الكيو 5.6 بقول حضرتك تبقى 10 على 5.6 بتطلع 1.79 تمام. يبقى هنقسم 1.9 10 على 5.6 هتطلع 1.79 تمام زي الفل. خلاص يبقى احنا كده معانا مين الكيو سمول. نقدر بعد كده نحسب مين الواي كريتيكال كيوبيك روت سمول سكوير على 9.81. قدرنا نطلع مين بعد كده نحسب بقى اللي ال HS اللي هو عباره عن مين بقى ال upstream water level اللي هو مين بالنسبه لنا اللي هو ال 10 ناقص ال downstream level اللي هو ب 6.5 ناقص ال Y critical. حلو كده هنقدر نطلع بعد كده بعد ما جبنا ال HS نحسب مين ال L score. نحسب ال L ال 12 في جذر ال HS تمام. الرقم ده تقريبا هيطلع كام؟ تقريبا هيطلع 20.2 هو ده الرقم بالظبط اللي طلع 20.2. تعالوا بقى نحسب مين ال ال بي هنا ال ال بقى الاكتوال بقى الحقيقيه اللي حصلت. فتيجي بقى تحسب مين ال ال بلاي بتاعتك اللي هو بقى بناء على الاطوال بتاعتك. فاسف ال ال بلاي اللي هي اللي جاي قصدي من الواي بتاعتك. فنيجي نقول بقى هي عباره عن الايه السي بلاي في الواي بتاعتك سي في الواي اللي هو الوضع الاكتوال تمام. طيب اسف الوضع الكريتيكال. بعد كده نيجي نحسب بقى ال بلاي هو عباره عن ال فيرتيكال زائد ال هوريزونتال ونقارن. كنت ساعتها انا عملت لكم على البورد الكلام ده دي ايكويشن 1 ونساويها بايكويشن ايه ايكويشن 2 تمام كده. احنا بس محتاجين كل ده عشان نجهز مين يعني من الاخر ال 3 ال 3 الله ينور بالظبط كده. هي دي اللي هنقارنها بمين بالال سكور اللي احنا كنا مطلعينها اللي هي 20 وشويه. انت تيجي تقول لي طب تمام تعالى بقى نحسب الكلام اللي هو السي بلاي في واي بيساوي ال ال فيرتيكال زائد ال ال هوريزونتال. ال ال فيرتيكال هي عباره عن الدلتا زائد 2 تي 2 زائد 2 تي 2 ناقص تي 3. خلاص انا مش ايه مش هتكلم في الايه في الحاجات دي كلها حفظ اصلا. زائد ال ال هوريزونتال اللي هي عباره عن ال 1 اللي احنا عاملينها لسه اسيوم وال 2 اللي احنا لسه برده جايبينها اللي هي من 2 ل 3 الواي زائد ال ال 3 المجهوله. قدرنا نجيب ال ايه 3 طلع تقريبا ال 3 بكام تقريبا ال 3 طلعت تقريبا 20 و12 برضه طلعت تلات اقل من ال اس فخليتها بساوي ال اس طلعت 16 تقريبا. بص هو على مثلا اللي كان حالي الاساينمنت ده قبل كده طلعها ب 18 وشويه تمام. لما جه حلها طلع ال 3 بكام ب 18.06 يعني اقل من ال 20. خلينا نتكلم على الحاله دي 18.06 اقل من ال 20. عشان كده دايما كنت بقول لك ايه حاول تبحبح ايدك وانت بتعمل الاسامشن في ال 2 من 2 ل 3 الواي. يا عم خدها 3 الواي عشان ايه تحاول يعني تنجز نفسك او تبقى مقرب قوي يعني. لان هو في الغالب الدكتور بيبقى لاعب على حته ان هي تبقى دايما اقل من الايه من ال سكور يعني. طب فانت لان هي لو مش اقل خلاص المساله خلصت يعني. طيب فانت بالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتروح مساوي زي ما عملنا هنا بقى ان دي اقل من دي فهنساوي ال ال 3 من مين بال ال سكور. الخطوه اللي بعد كده بقى نيجي نعمل ايه نعمل ال سكور هنجيب ال ال بي سي بي اكشوال هنرجع نجيبها تاني. ايوه بالظبط. يبقى نرجع بقى بالراجع نجيب مين السي بلاي اكتوال نحسب مين السي بلاي الحقيقيه بالراجع. خلاص انت بقى معاك ال 3 اللي انت ساويتها بال ال سكور اللي كانت 20 وشويه وانت كده معاك ال ال هوريزونتال ومعاك ال ال فيرتيكال بقى كانك معاك ال ال بلاي نيو معاك الواي جبت السي بلاي نيو كانك رجعت بالرجع كده لفوق من تحت لفوق. يبقى انت جبت تشيك الاول ال ال هوريزونتال اقل من 35 متر عشان لو في شيت فايل هو ماشي هيطلع هو بالمنظر ده اقل ولا اكتر؟
لا اقل اقل لان هي اصلا دي ال 23 متر والباقيين ولا حاجه 2 متر هنا ولا مش عارف متر ونص هنا و3 متر هنا فحاجات ايه حاجات بسيطه يعني او 5 متر قصدي يا ربي و انا اعملها 4 و6 متر اه فكلهم مش هيجوا 26 28 متر كلهم يعني فمش اكتر من 35 طبعا لو كانوا مجموعهم كله توتال اكتر من 35 هنضطر ان احنا كنا نحط ايه شيت بايل شيت بايل نقلل ال ال 3 عشان نقلل ال ال ايه طبعا هنروح الاول نحسب كان ساعتها مين الدبس بتاع الشيء اه ال ال فيرتيكال ونحسب منه الدبس بتاع الشيت بايل رول علشان نقدر ايه نطلع القيمه بتاعته وبالتالي نقدر نقلل في مين في ال ال 3 تمام كده يا شباب تمام انا شو هنسأل سؤال هو كنت عايز اسال لو ال ال 3 طلعت اقل من ال سكور فلما سويت ال ال 3 بال ال سكور طلع المجموع اكبر من 35 متر مظبوط اتصرف ازاي ماشي بقى الاول عندي هنا مش هقاوم ال سكور بالظبط انا مش هعرف اقلل عن 5 مش هعرف اقلل مش ما انت مش هتقلل انت لو زاد عن 35 احنا مش هنقلل في ال ال 3 يعني احنا خلاص احنا وصلنا للمرحله دي ان ال ال 3 ايكوال ال ال سكور تمام كده وبتروح رايح حاسب السبلاي اكشوال بس احنا بنقول بقى لو انت بقى جيت اخذت ال ال 3 هي ال ال سكور وجيت جمعت الثلاثه دول على بعض زي الخطوه دي كده يا شايف اهي لو جمعتها على بعض وطلع اصلا اكتر من 35 هتروح رايح ضايف شيت باي رول عشان ده معناه ان انت دلوقتي لما محتاجين اكتر من 35 متر ال هوريزونتال ده معناه ان احنا ممكن في الابليفت نحتاج زياده فبالتالي احنا بنروح عاملين ايه نزود في الفيرتيكال لان انا كده مش هقدر ازود حاجه تاني في الهوريزونتال يعني الاكتر من 35 دي انا مش بتارجت ان انا اقللها في حاله السكور لا هو ال 3 لازم تبقى بتساوي ال سكور مجموعهم طلع اكتر من 35 هنثبتها مثلا طلع 38 يبقى خلاص ده اخرك انت كده اخرك 38 في الاتجاه الهوريزونتال فاهم انا قصدي ايه تمام معايا ولا اه تمام مع شويه اسمع حضرتك بس يعني كده كده الشيت بايل مش معنى ان هو اكتر من 35 فبالتالي هنقلل ونروح حاطين شيت بايل لا 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 مش هنقلل هو لازم نقلل السكور اصل انت لازم تتفادى السكور فالسكور المينيمم بتاعه كذا بس مجموع بقى الهوريزونتال كله لما يطلع اكتر من 35 خلاص اه اوكي طلع 38 39 40 خلاص يبقى هو 40 بس معلش هنروح نحسب بقى ايه دبس الشيت بايل رول تمام كده فانت حتى هو بص حتى هنا هنستخدم ان ال 3 بتساوي ال سكور فيبقى بالنسبه لي ال هوريزونتال هو مجموع الثلاثه دول وال فيرتيكال هو عباره عن 2 تي 2 زائد الدلتا زائد زائد هنطلع من هنا مين الدبس بتاع الايه الشيت باي رول تمام كده هيبقى معاك المعادله مجهول فيها يعني هتقول لي طب يعني هجيبها ازاي ما انت ال هوريزونتال وال فيرتيكال دول كانهم ال بلاي تمام كده بقى زي ما كنا جبنا ال 3 كده اللي هو مسكنا دول ورجعنا بيهم طبعا بعد ما حسبنا اللي هو السي بلاي اكتوال تمام كده ونرجع نروح ايه حاسبينها كانه ايه كانه مش معايا الدبس بتاع الشيت باي رول وراح حاسبه تمام كده طيب تمام. المساله دي هنا بقى هل فيها لين لا لا فخلاص انا مش محتاج الخطوات دي اه مش محتاج الخطوات دي طبعا لو في لين مش هنقدر نحسب ايه السي بلاي اكتوال الا لما نخلص كان لين الاول معايا ولا اه معاك يا باشمهندس هو اصلا في كيس فوق كيس 1 اصلا عامل ان هو جيفن عندي سي بي بس يعني الخطوات دي هو اصلا اوريدي شايلها فوق الكيس اللي فوق على طول الايه تاني معلش السلايدز حضرتك هو مدي في كيس 1 قايل لي ان الجيفن سي بي بس مش سي لين فهو الخطوات مترتبه فوق على سي بي بس ايوه اهي قصدك على دي اه بالظبط يا باشمهندس بالظبط
اكتر من 35 استخدم الشريط باي رول اللي هوريزونتال اللي سكور. انت خلاص بقى عاجبه ساعتها ايه اللي فيرتيكال، لانك انت المفروض ال بلاي توتال انت معاك اللي فيرتيكال زي اللي تمام. هنا بقى كان طالب ايه تاني؟ هو خلاص بقى كان بيقول لك ديزاين البي سي فلور ان ويتش جيفن سيف كريب لينس اند كونفاين الماكسيمم اند كونفاين الماكسيمم هاي فيلوسيتي داون ستريم اوف ذا وير زين تشيك ذا فلور ثيكنس تو ريزيست الاكزيرتد ابليفت. الكريب لينس ده خلاص تمام كده، الماكسيمم برضو هاي فيلوسيتي اللي هو ال سكور، يبقى احنا كده حسبنا مين البركيوليشن والايه والسكور. يتفضل لنا مين بقى الابليفت تشيك ابليفت اللي هو مين؟ عباره عن مين اللي هو التي 1 والتي 2 اللي هو سيكشن اي اي سيكشن سيكشن تمام كده. طيب هو برضو قوانين محفوظه، انت معكش غير انك تقول ان الاتش اي بيساوي الواي كابيتال اللي احنا عارفينها ناقص ال1 وال2 وال3 اسف مش ال3 سيكشن 1 ده يبقى ال1 وال2 بس زائد التي 2 زائد الدلتا زائد 2 الشيت باي رول لو كنت استخدمته. يعني في المساله مثلا دي ما فيش شيت باي رول، يبقى مش هنحط شيت باي رول هنا، مرتين الدبس بتاع الشيت باي مش هنحطه تمام كده. يبقى ال1 زائد ال2 زائد التي 2 زائد الدلتا على السي بلاي مين اكتوال مهمه دي قوي تمام كده. طالما احنا ال3 اضطرينا ان احنا نسويها بالال سكور يبقى احنا لازم نرجع نحسب مين السي بلاي اكتوال. طيب نفس الكلام هنا الاف التي 2 بقى، لو التي 2 اللي احنا كنا حاسبينها كانت طالعه 1.5 متر لو اكبر او بتساوي اللي هي الاتش اي اللي احنا حسبناها اوكي يبقى ده سيف، يبقى كده هي مش هيحصل لها كسر او ايه شرخ في اللي او هتقدر تقاوم قيمه الايه ابليفت اللي هيحصل. لو لا هتساويها بمين؟ هتساويها بالاتش اي، هتساوي التي 2 بالايه بالاتش اي اللي طلعت. طيب سيكشن دبل 2 دوت هيبقى عباره عن ايه اللي احنا كنا بنجيب فيها مسافه مين؟ تذكرين يا جماعه مسافه الاكس دي السيكشن دبل اي تمام. كنا كأننا بنحسب الهيد بالراجل. ايوه بالظبط، اللي هو بنسويها بالتي 3 بتاعتنا ونشوف الاكس المفروض تطلع كام اللي تخلي لي التي 3 دي مظبوطه تمام كده. طيب فتيجي تحسبها هنا او هنا ايه هنا تيجي تحسب مين قيمه الاكس. هو في سؤال مهم جدا، هو لو الاكس طلع قيمه بالنيجاتيف ده معنى ايه؟ المفروض ان انا هنا لازم ازود ال 3، يعني انا ال 3 عندي صغيره هتحط زيد اصلا يعني. صح تقريبا حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين يا اما هو معناه ايه اصلا الاكس بالنيجاتيف؟ يعني معناها اصلا انك انت كما لو كان مش هتقدر تحط اكس اصلا، يعني من الاخر كده كان الاب ليفت بيقول لك انت مش هتقدر تخنصر في الخرسانه نهائي لو طلع بالنيجاتيف، مش بزيرو مثلا او مثلا، لان احنا المفروض بناخد مين لو طلع 2 اكس اللي هو ببلاي وبلين اقصد، يعني المفروض اخد المين هاخد الصغيره. ايوه هتاخد الاصغر فيهم. طب تخيل بقى الاصغر ده هيفضل يصغر لحد ما طلعت الاكس دي اصلا بكام؟ بزيرو او بنيجاتيف. ده معناه انك انت التخانه اصلا تي 3 اللي انت حاططها مش هتقدر تقاوم نهائيا الايه الاب ليفت اللي انت جاي على الحته دي عند السكشن دوت مهما كانت الاكس كام. ده معناه انك انت بيقول لك لازم تكمل بكامل التي، يعني هنا ما يبقاش فيه كده، ما يبقاش فيه جروف اصلا هنا كده. وبالنيجاتيف دي يعني كانها كمعادله ماتيماتيكال، يعني ما فيش اكس، هو فضلت تخس، لان هو ايه الفكره؟ ان انا مثلا انا عايز اعرف السكشن ده هيبقى هنا في ابليفت وهنا ابليفت، والابليفت عمال ينزل يتهدي لحد ما يوصل للناحيه الثانيه، صح ولا لا؟ فاحنا عايزين نشوف هو الهددان بتاعه عند اني نقطه اللي قصادها تبقى التي مستحملاها اللي هي تي 3. فانت مثلا لو اكس دي طلعت لحد هنا بس كده، ده معناه ان انت ايه التي 3 اللي دي هتقدر تستحمل ان هي تبقى متخنصره من هنا، تستحمل الابليفت اللي هنا، ما كانتش تستحمل اللي قبلها لان كان اللي قبلها اعلى منها شويه، اما هي تفضل نخنصر فيها لحد ما توصل لهنا تمام كده. فهو ده الفكر. طب لو طلعت بنيجاتيف ده معناه ان التي 3 دي ما تنفعش اصلا تقابل اي ابليفت اصلا لحد ما المسار الميه طلع الناحيه الثانيه، كله كان شديد عليها. فهمت انا قصدي ايه؟
يعني يا باشمهندس لو طلعت لنا كده هنقول نكمل الطول كله بالاتنين. اه هتقولوا اذا ان التي 3 is very small to resist the uplift, so we will continuous the depth of T2. هتكملوا T2 كل يعني كلها تبقى T2 لحد الاخر مش هنعرف نخنصر بقى خلاص. فهمت قصدي ايه؟ تمام يا باشمهندس. تمام. ده حتى لو بلاي يعني فرضا ان انتوا مره بتحل مفيش بقى بلين وبلاي, تخيلتوا مثلا بتحلوا ببلاي بس كده وطلعت بالنيجاتيف, ده معناه ان اي التي 3 اللي هو نص التي 2 مش مستحمله خالص. فانتوا هتقعدوا بقى ايه, ممكن الموضوع يبقى بالترايل بس ساعتها يبقى موضوع سخيف اللي هو بقى ايه تجرب مره مثلا التي 3 هي مش نص التي 2 هي 75 التي 2, مش هنفضل بقى نجرب كل بوينت 1 انتوا فاهمين انا قصدي ايه, اللي هو في الاخر هتلاقي نفسك انت ما خنصرتش كتير في الخرسانه, هتلاقي مثلا بدل ما هي كانت النص مثلا ممكن تجربه دي انك مثلا هي تقول له ان التي 3 هنكبرها شويه هتبقى بوينت 75 التي 2, ولو ان اصلا الامبريكال دايمنشنز بتقول ان التي 3 تبقى نص التي 2 بوينت 75 دي ما اعتقدش ان هي تبقى افكتيف ان احنا نوفر خرسانه, انا مش شايفه دي تبقى توفير خرسانه اصلا. تمام كده. طب احنا مش مهندس ساعتها اي حاجه كان داخل فيها التي 3 هنرجع بالرجع تاني نحسبها ولا خلاص اللي فات ده خلاص احنا بنتشيك الابلفت لا بس؟ لا لا مفيش حاجه ترجع بالراجع, لا 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 خالص, لا لا خالص, طالما التي 2 سيفت خلاص انت بتحسبي بقى تي 3 وتشوفي الدنيا شكلها ايه. انا مش هفضل اكبر في تي 2 بزياده لاجل بس ان تي 3 تسيف, طب ما انا كده زودت في تي 2 بافوره, انا كده خسرت حرسانه هنا. لا انا ما اقصدش نكبر التي 2, انا اقصد ان لو في حسبه كان داخل فيها التي 3 احنا دلوقتي التي 3 بالنسبه لنا بتساوي التي 2. اه بالظبط بالظبط, دلوقتي كده وصلنا للمرحله ان التي 3 بقت بتساوي التي 2 ان هنا الاكس لا نيجاتيف. ما تمام, انا اقصد بقى ان اي حاجه احنا حسبناها وكانت فيها قيمه التي 3 كنا احنا في الاول فرضينها, فساعتها بقى نقوم نرجع نحطها ان هي قيمه التي 2 فرضنا بكام؟ فرضنا بكام؟ بالنص فرضنا ان هي تتنين. نص التي 2 بس, هي دي الحسبه الوحيده اللي طلعت فيها تي 3. فانت لو عايزه لو انت عايزه تكبري التي 3 هتحتاج انك انت تعملي ايه؟ هنحتاج تكبري نكبر التي التتنين نفسها. وبرضه خدي بالك ما ينفعش تكبريها بره الرينج, يعني انت بتتكلمي في رينج ما ينفعش تطلعي بره. فانت عشان ممكن تريحي دماغك بقى من الليله دي كلها وانتوا بتاخدوا التي 2 خدوها بالماكسيمم اللي هي الواحد في جذر الواي وريحوا دماغكم. تمام كده؟ طب هي التي 3 كانت تقريبا داخلة في حساب ال L vertical, فدي مش هنرجع لها تاني؟ ده اللي أنا أقصد عليه ولا أنا فاهمة حاجة مش غلط؟ هرجع لها, ليه ارجع لها؟ هو اذا كانت انا فهمت قصدك ايه؟ انت قصدك كنت بتحسب ايه؟ طب ما هو انت كده ال L vertical بقت more safe خلاص. أنا ده اللي أنا أقصد بقى, هي تمام more safe بس قصدي مش نرجع نحسبها, يعني مش نلفت نظر لا إن احنا نحسبها تاني ولا أي حاجة. تمام. لا 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 طيب اخر حاجه بقى اللي هو درو ذا اب ليفت دايجرام اكتنج اون ذا بوتوم سايد اوف ذا ايه بي سي فلو. الاب ليفت دوت انا هحاول اوريه لكم هنا, هي رسمه محفوظه يعني عارف كانت هو ده كده ممكن يجي في الميد تيرم عادي ان هو يقول لنا نرسم الابليفت, ولا ده داخل في الحته اللي الدكتور قال مش هيبقى فيها دروينجز, ولا ده مش هحاسبه كدروينج او اوت دروينج يعني الشيت الاولاني؟ لا لا يخش في الميد تيرم, لا 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 يخش في الميد تيرم. اقول لكم الابليفت ده فين مثلا؟ في lecture options. ايوه اللي قبلها تقريبا. المشكله ان هنا مش متسمى خمسة. مش ازاي شايفين قدامي؟ شايفين مش تمام يا فرانس. تمام. طيب هو بكل بساطة انت بترسم اللي هو ايه الاب ليفت اللي بيحصل على الوير. احاول برضو ايه, ايوه انا عايز اوضح لكم النت اب ليفت. تمام كده,
الفرق ما بين النت اب ده اسمه النت اب ليفت. النت اب ليفت اللي هو الفرق ما بين الميه اللي من فوق والميه من تحت، تمام كده؟ وده التوتال اب ليفت. انتوا واخدين بالكم ايه الفرق ما بينهم؟ احنا شلنا ايه؟ حاجه شلنا الوزن الكونكريت تقريبا. الله ينور عليك، بالظبط كده ده اللي احنا عملناه. اللي هو شايف اللي هو الفرق الصغنون ده اللي هنا ده كده اهو، اهو بالخط ده بشويه اللي هو ايه هنا ده، كان ده الديتم بتاعي، ده خط الديتم اللي هو الاتش جي ال بتاعي، تمام؟ ده كده اسمه الايه النت ابليفت. التوتال ابليفت واخد من هنا لحد فوق، واخد من الفلور من البيز اوف فلور لحد خط الميه فوق اهو. انا بقى بشيل الكلام ده كله، كاني بقص الكلام ده، بشيل بسيب بس مين النت ابليفت بالنسبه لي كده. هتقول لي طب وده يعني هو احنا هنشيل الفلور اللي هو مستطيل ده يا باشمهندس؟ صح، المستطيل ده هيتشال، بس الميه دي كمان هتتشال، لان هنا الحته دي مش زي دي، الحته دي مليانه ميه. هنا الحته دي انا ليه سبت اللي هو اللي فوق الفلور، بصوا هنا ده ليه سبت ده وما سبتش هنا شويه المثلثات او الاسهم اللي كانت طالعه هنا؟ عارفين ليه؟ علشان هنا يا شباب هنا النت ابليفت اللي بيحصل عشان ما فيش ميه هنا بتقاوم، فده المتبقي. هنا في ميه، يعني ده جزء ميه اصلا، ده ثيوريتيكال ملوش اي قيمه، لازم يتشال يتمسح. فهيتبقى لي مين؟ هيتبقى لي المستطيل الصغنون اللي فوق ده، وهيتبقى لي مين؟ المنظر ده اللي فوق الفلور هنا. هنا ما فيش ميه، هنا كان في ميه، عشان كده انا عايز اخد بس مين الفرق اللي هو ده ما بين سطح الميه وما بين مين الفلور، تمام كده؟ طيب فهو كده كده الشكل ده محفوظ، ما فيهوش اصلا، ما فيهوش يعني ان احنا نفتي فيه يعني، تمام؟ هو انك انت بتنزل هنا، بص لو تلاحظوا قيمه مين هنا، تنزل اول قيمه دي اللي هي التي على السي بلاي اللي هي التي 1، الدروب اللي بيحصل في الايه اللي بيحصل في اللي هو بيحصل في الانرجي اللي هو الميه ماشيه من هنا لحد هناك اهي لحد ما خرجت هنا. فانت هنا بيحصل ايه؟ التي على السي بلاي، تمام كده؟ اللي هي المسافه التي اللي هي مشيتها. بعد كده بيحصل ايه بقى الدروب دوت؟ بعد ما الدروب اللي هو التي 1 اللي يفضل بقى ليه الخط كده مايل، لا السؤال تاني معلش يا فرانس، بس عشان الصوت عندي. لا قول لي السؤال تاني عشان بس اه بسأل دلوقتي ليه الخط ده فضل مايل؟ ليه الخط ده فضل مايل؟ ليه ما مشيش افق؟ عشان هي الميه عماله تخسر هي لوسس في الصوت، هي ماشيه عشان عمال يحصل لوسز. الله ينور عليك، لوسز في السويل، عمال تخسر لوسز بسبب الاب ليفت اللي عمال يمشي، عمال يقل 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 لحد ما يوصل هنا لايه؟ للزيرو، تمام كده؟ فهو ده بقى الفكره، انك انت هنا في الاول ايه؟ انت عندك اللي هو اول دروب في الطاقه اللي هيحصل، اللي هو عباره عن مين؟ الميه هتمشي من نقطه واحد رايحه لنقطه اتنين اللي هو التي على ايه؟ على السي بلاي، تمام كده؟ فده قيمه مين؟ الدروب. بعد كده تفضل ماشي مايل لحد ما توصل هنا، اخر دروب هيحصل اللي هو مين؟ التي برضو على السي بلاي. طب فرضا بقى احنا كان عندنا، فاكرين في الوير ما بيبقاش عندنا دروب واحد، احنا بيبقى عندنا دروب بعد كده يمشي بعد كده تلاقي دروب، ولو ماشي وحظك بقى ان هنا في شيت باي الوول هتعمل ايه؟ هناخد الدبس بتاعه. بص يا جماعه، بص يا جماعه، كل ما في دروب راسي بالفلور هيحصل هنا دروب في الايه؟ في الهيدروليك جريدينت لاين، هيحصل خسر، هيخسر طاقه بقيمه الثيكنس اللي نزله دوت على السي بلاي. طيب امال الطول اللي هو الافقي بقى طول ما الميه ماشيه عماله تخسر طاقه بيظهر ازاي؟ مش بيظهر عليه انه دروب، بيظهر عليه انه سلوب عمال بيقل، بتقل مع ايه؟ مع المسافه. فاكرين زي ما كنا بناخد كده في الهيدروليكس لو في بند او في البو، الحتت دي كان بنسميها سكندري لوسز، يروح الايه الهيد يقع راسي مره واحده عندها، بعد كده تفضل ماشي بالفريكشن لوسز اللي هو بيحصل على طول الماسوره، فاكرين الكلام ده؟ فكان الخط يفضل بيميل بميل خفيف او بالميل اللي هو بما يعادل اللوسز اللي بتحصل في مين لوسز وفي سكندري لوسز،
ده المنظر اللي هو بيحصل على طول بيقل يقل على 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 المسافه كلها، ده اللي هو المين لوسز اللي هو اوريدي بيحصل لوسز على ايه، على كامل الطول الهوريزونتال طول ما هي ماشيه. وهنا ده السكندري لوسز اللي هو عند اي دروب بيستحدث في راس في الفلور، فبنروح عاملين عنده سكندري لوسز دروب بقيمه مين الثيكنس اللي هي نزلته على السيب لاين. تمام كده؟ تعال نفرق طبعا الكلام ده. تعال اهو بص يعني انت لو رسمت التوتر خلاص عرفت ترسم النت، يعني هو اصلا كده كده انت ايه زي ما اقول لك انت المفروض تبقى حافظه. يعني هنا هو بيشرح لك بقى ايه اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي ايه بالبق يعني كده. الكريتيكال سيكشن اللي هو اللي عنده الاتش سي فيرتيكال، لو عايز كانك تحسب اللي هو ايه التوتال هيد او الهيد لوس عند كل حته اللي هو التي، عايز تحسب التي فهو عباره عن اللي هو ايه الاتش سي اللي هو الهيد اللي عند الايه كريتيكال كيس دوت، لو بيساوي اللي احنا كنا بنحسبه فاكرين اللي هي التي 1 والتي 2 قصدي اللي هو سيكشن دبل اي والسيكشن سيكشن اي والسيكشن دبل اي كده، فهو بيثبت لك بقى الكلام ده. تعالى بقى بص هنا شايف المنظر ده ممكن يجي لك في الامتحان، مش عارف ده مش عايز بص ايه اللي حصل هنا. الراجل هنا بقى او ممكن يقول لك على فكره ارسم لي سكيماتيك دايجرام للابليفت. تمام كده؟ فحضرتك هتيجي تعمل ايه؟ هنا بص هو عمل ايه؟ مشي من الاول كده مع الايه؟ مع الوير، مع بدايه الفلور بتاعت الوير. نزل قيمه ايه؟ الدروب الصغنون قوي انتوا شايفينه ده؟ يا باشمهندس شاهين. نزل ايه؟ الدروب انا عارف ان الميه هتنزل من هنا كاني بمشي بصباعي كده من النقطه دي ونازل بقى. ده اول حاجه، ده اول ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم لقيت ايه نزلت نفسي تي 1 ده الهيد، والهيد ده ايه راسي، نزلت هنا نقطه الميه مشيت ايه راسي، يبقى هنزل هنا دروب راسي بقيمه ايه الثيكنس اللي الميه مشيته من هنا لهنا اللي هو عباره عن مين التي 1 واقسمه على السي بلاي او السي لين على حسب. تمام كده؟ طيب وهمشي هنا افقي، ايه ده طالما همشي افقي ايه اللي هيحصل للخط؟ هيمشي بسلوب خفيف اللي هو ايه المين لوسز. تمام كده؟ ايه ده حصل دروب تاني، هنعمل ايه نفس الحركه الفرق التيه فنزلت الميه على هننزل الدروب ده اللي هو الحته اللي هي نزلتها اللي هي عباره عن مين التي 2 كلها ناقص التي 1، الحته دي عباره عن التي 2 كلها ناقص التي 1، فاه يبقى كده التي 2 ناقص التي 1. شايف قيمه الدروب حتى الدكتور بيكتبها على ايه على كل دروب التي 2 ناقص تي 1 على السي على حسب سي بلاي ولا سي لين مش فرق. تمام كده؟ طيب بعد كده هنمشي افقي صح ولا لا؟ اهو هنمشي بسلوب الاس، حتى هو بيقول لك هنا الاس دوت هو عباره عن كانه ايه واحد على السي بلاي لو هي سي بلاي او واحد على ثلاثة السي لين. ليه صحيح على ثلاثة السي لين؟ حد برنس يقول لي. لان انا اصلا ال ال هوريزونتال عندي في قانون السي لين مقسومه على 3 لان الله ينور عليك صح جدع جدع. السلوب هنا السلوب هنا هو واحد على السي بلاي خلاص ده سهل اللي هو واحد على اللوسز يعني، او هو تلت مين السي لين لان انا عشان انا بتكلم عن الهوريزونتال السلوب ده اللي بيعبر عن الهوريزونتال، فالطول الهوريزونتال هو يا اما لو في اللين بيبقى التاثير هو التلت فقط ولكن في البلاي هو كله، عشان كده لا اما في البلاي بنقول واحد على السي بلاي اما في اللين بنقول واحد على التلت على اسف واحد على ثلاثة السي لين. تمام كده؟ طيب فبالتالي ده ايه قيمه السلوب اللي بتكتبه له اس. طب ايه ده احنا جينا عند الشيت باي لول ايه اللي هيحصل؟ احنا هننزل ونطلع. هننزل ونطلع. شفت بقى انا قلت ايه؟ هننزل يبقى اثنين انت كده هيحصل حاجتين. هيحصل دروبين تحت بعض، هتروح نازل الدبس بتاع الشيت باي لول على السي بلاي او لين، بعد كده تروح نازل تاني عشان انت ايه اللي حصل؟ نزلت وطلعت. هنا مش عشان طلعت فالهيد يطلع، ها خلي بالكوا يا جماعه عشان في ناس بتتلخبط تفتكر ايه انزل يبقى انزل اعمل دروب لتحت، طلعت يبقى اعمل دروب لفوق، فيقول لك ايه ده النزول والطلوع كنسلوا بعض فروح مكمل خط السلوب. لا هنا الميه نزلت وطلعت هي في الحالتين خسرت طاقه، هي وهي نازله بتخسر طاقه وهي طالعه بتخسر طاقه مش بتكسب، هي مش وهي طالعه يعني ما تربطوش علاقه طرديه، ها ما تربطوش ان هو بنزل انزل اطلع اطلع الميه طلعت اطلع معاها، لا مفيش كده. فاهمين قصدي ايه؟
ده بيعبر عن مين؟ فقد الطاقة، تمام كده؟ فبالتالي المية نزلت فقد الطاقة بقد ايه؟ بالدبس بتاع الشيت بايلول على السي، بعد كده طلعت فقدت تاني طاقة، فعشان كده الدروب يكبر اكتر، عشان كده الدكتور راح عمل الدروب واحد مرة واحدة اللي هو عبارة عن مين؟ الاتنين دبس الشيت بايلول على ايه؟ على السي. حلو كده سهل؟ ها؟ تمام يا فندس مظبوط. تمام. ردوا عليا، ردوا عليا عشان ابقى فاهم، حاسس ان انتوا الدنيا مجمعه. واحنا بنرد على حضرتك بس ممكن الصوت بيحصل له لاج او حاجه. طيب طيب ولا يهمه. طيب فهنفضل ايه؟ ها من فوق الشيت بايلول ونمشي، نمشي عادي بقى براحتنا، مالناش دعوه خالص. ها الدنيا زي الفل اهي، اهي زي الفل. هنيجي هنا بقى، ها اي بالله مصفنا رد طالع في 2 او 3 في الفلور صح ولا لا؟ طبعا هنا ده الشيت بايلول ده، هو اخد الشيت بايلول ده وركنه على جنب عشان اوريك النت ايه بريشر عليه، تمام كده؟ مالناش دعوه بيه دلوقتي. فاحنا هنا ايه هننزل الدرو، اه هنا حصل الميه طلعت صح كده، طلعت بقيمه قد ايه اللي هو التي 2 ناقص التي 3 على الشيء على السي بلاي، مشيت افقي يبقى هتمشي بسلوب، نزلت نزلت برده نفس القيمه ديت، يبقى هنا حصل دروب مشيت نزلت نفس الدروب تاني اللي هو التي 2 ناقص التي 3 على السي بلاي، بعد كده تمشي بسلوب، بعد كده هنا بقى الميه هتطلع صح، هتطلع قد ايه الاخر الدروب اللي في الاخر اللي هيقفل على الزيرو اللي هو التي 2 على السي زي الفل. ها سهل ولا صعب الكلام ده يا جماعه؟ هو لحد دلوقتي تمام يا باشمهندس، هي الفكره بس حضرتك ان احنا القوانين من ساعه التشيكات بتاعت السكشن 1 والسكشن 2 ديت بنتلخبط فيها جامد، لانها في يوم ده حفظ اكتر يعني، من المفروض نكون حافظينها ان احنا ما بيكونش معانا الرسمه قد السؤال، احنا اكيد بنطلع السؤال كده بنرسم، فاحنا بنضطر نحفظ القانون ده فبنتلخبط فيه شويه حلوين، بس لا هي ككونسبت احنا فاهمين الحمد لله يعني. طيب زي الفل. طب انا عندي اقتراح، ما ترسم الرسمه بتاعت الويري الاول وحط يعني احفظ الرموز، احفظ الرموز على رسمه الوير، ومنها انت هتعرف انت المفروض هترجع مسافه قد ايه الاكس، هتعرف هي المفروض وانا راجع وانا بحسبها بالراجع اللي هو القانون اللي هو بتاع تي 3 ده انا بنزل تي 2 بعد كده بمشي المسافه ديت، بعد كده بطلع المسافه دي، بعد كده بمشي المسافه دي، بعد كده بس شكرا عايز اعرف لحد هنا كده اللوسز قد ايه، انت فاهم انا قصدي ايه؟ هو الفكرة. طب هو يعني أنا دلوقتي يعني الرسمة بتاعت لو أنا فاسق قول طب طب هي بتكون بسكيل هي الفاينل الرسمة لا لا الفاينل لا 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 بتكون بسكيل؟ لا 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 خالص. طب تمام. لا 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 خالص. لا لا ده أنا عايزك بس ترسم تمام. المنظر ده كده وتوري له سكتش زي ما مرسوم كده، أنت فاكر إنك هتنزل هنا تروح حاسب اتنين دي شيت ويلون مش... لا لا يا عم مفيش الكلام ده، أنت ترسمه كل ده إيه؟ ده كويس. لا 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 تقعد ترسم الحاجات دي، كان ساعات بزمان بيطلب انك ترسمه توسكي بس بقى ايه تروح رسمه يعني تعمل خط افقي وخط راسي كانه جراف وترسم الجراف دوت، فاهمني كانك بترسمه جراف متقطع بالنقط، فاهم قصدي ايه؟ بس ولكن هو الدكتور في النسبه 99.9 ديت بيطلب منك انك انت ترسمها زي ما انت شايف كده، توقع له بس فين التوتال، فين التوتال، فين التوتال، بص حتى هو راسم لك التوتال ابليفت منين اهو من هنا كل ده من الايه من البيز بتاعت الايه، فين النت اهو طبعا هنا النت اهو اللي هو فرق الهيد التوتال ناقص شويه الميه اللي تحت اللي ما لهمش لازمه لان دي ميه اصلا، فاهم كده؟ طيب طبعا هنا بيقول لك بص هو عايز يقول لك ان الاتش 1 والاتش 2 والاتش 3 والاتش 4 انتوا طبعا الهدات دي تقدر تحسبها، يبقى المفروض ان انا بقى كل المسافه ما معروف معايا المسافه اللي مشيتها الميه. ايوه الله ينور عليك بالظبط، اللي هو زي بقى كان بقى بيتكلم فيها فوق اللي هي كانها التي اللي هو الاتش سي من الاخر، الاتش سي دي اللي هو على حسب يعني انت مثلا هو بص عايز يحسب لحد لما الميه وصلت فوق هنا كده عند الشيت بايلول يبقى عباره عن ايه؟ هي الواي، الواي بتاعتي اللي هو فرق الطاقه، فرق الطاقه اللي هو ايه من الكريست ليفل لحد الداون ستريم بيد ليفل ناقص شويه الحاجات هي مشيت كده ثم مشيت كده، يعني تعالى بقى نرسمها هنا اهي، يبقى هقول الواي اللي هو من عند ايه؟ الميه خط الميه من عند الكريست ليفل ناقص
الداون ستريم بيد ليفل كريست ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل كده دي الواي كابيتال. اقول هي عباره عن الواي ناقص تي 1 زائد المسافه دي الواحد المسافه دي زائد المسافه دي بالظبط على السي بلاي. فدي كده المسافه كلها اللي الميه مشيت. يبقى كده جبنا مين؟ يبقى واي كابيتال ناقص المسافات دي كلها اهو حته 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 على السي بلاي. يبقى الواي كابيتال ناقص الاطوال على السي بلاي. جبت مين؟ الهيد هنا. طب نفس الكلام الواي ناقص نفس مجموع الاطوال بس تجمع عليها مين؟ الدبس بتاع شيت واي باي رول هتجيب اتش 2 وهي هي اتش مين؟ عشان كده قال لك ان الاتش 2 ايكوال الاتش 3 لانك انت هنا مفيش مسافه مشيتها. اللي حصل هنا هو اللي حصل هنا. ثم بعد كده هتروح جامع دي بتاعت الشيت باي رول وصلت لمين؟ الاتش 4. انا عمال اجمع بصوا اللي هو الطرفين اللي فوق دول شايفين دول عمال شويه اقول ايه عمال اجمع. طب ايه ده زاد المره دي شيت باي رول تاني عشان عند نقطه اتش 4 رحت مزود دي اتش ايه دي شيت باي رول عمال اجمع هنا فوق. اما ده الحته دي ده على ده ثابت عمال بس اجمع انا فوق عشان اجيب مين؟ كل مره كل ما بزود طول بجيب اتش جديده على حسب النقطه اللي انا وصلت عندها اللي هي حد عندها الاطوال دي. فهمتوا قصدي؟ تمام يا باشمهندس. تمام. بس في الاخر هو بقى جايب لك اللي هو النت بريشر بقى اللي هو ده طرح ده ما ده بيأثر لاترال وده بيأثر لاترال فكأن طرح الاثنين دول من بعض. طبعا لما يطرح ثلاثة من اثنين هيبقى هنا صفر. والهيد اكيد اللي وصل هنا هو اكبر من الهيد اللي وصل هنا لان هنا الميه عقبال ما وصلت هنا كانت اكتر نزلت وطلعت اتهدت جامد فبقت الاتش ايه اقل. فاهمين قصدي؟ فتلاقي الفرق اللي هو كان عباره عن مين فعلا اللي هو الدبس بتاع الشيت باي رول على السي بلاي ده الفرق فعلا. تمام كده يا شباب؟ عشان ساعات بيقول لك ارسم لي كمان البريشر على التوتال بريشر على الشيت باي رول واعمل لي كده على جنب ارسم لي النت بريشر اللي على الشيت باي رول. تمام كده ده خلاص ده بقى السكور مش عايز ادني مش عايز ادخل لك فيه ده اللي هو ال سكور اللي احنا بنحسبه. عشان كده ما ينفعش لو حتى طلعت اكتر من 35 متر انت محتاج انك انت لازم ايه ملزم انك تحققه مهما حصل. ما ينفعش اقول اخنصر فيه تخنصر ايه ده انت كده بهدلت واحد من التشيكات اللي هو ال سكور اصلا. تمام كده؟ تمام يا فرانس. انا اعتقد كده يعني ايه غطيت لكم. اتفضل اتفضل قول. هو حضرتك كده تمام اول سؤالين. طب هو حضرتك بقى هل في سيكشن يعني مثلا بعد الميد تيرم السؤال الثالث ده هيتغطى ولا ممكن نسال حضرتك فيه دلوقتي؟ اسال ماشي اسال فيه. لا اسال فيه لان بعد الميد تيرم هيبقى فيه شرح للرسم الويب بعد كده هيبقى فيه كويز بقى على طيب هو حضرتك اول حاجه احنا في اول حاجه كنا بنحسب حاجه اسمها الدلتا اللي هي المسافه بين الاب ستريم بيد والداون ستريم بيد. هنا حضرتك بسبب ان انا نستعمل لا هنا الدلتا عند الاول 2 ويرز ثابتين عند الوير الثالث مختلف لان الدلتا كده مش ثابته ان هو مديني البيد ليفلز عند الويرز وهنا مديك الوير 1 يير اوفر 4 كريست ليفل بتاعه بكذا ومدي لك البيد ليفلز اب ستريم وداون ستريم للوير 1 كذا اب ستريم وداون ستريم للوير 3 ولا في وير 2 هو وير 2 الداون ستريم بتاع وير 1 والاب ستريم بتاع وير 2 صح 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 تمام خلاص فالاب ستريم بتاع ديت والداون ستريم. انت قصدك ان كل دلتا لوحدها يعني مع دي اول حاجه تاني حاجه وانا شغال اصلا ان انا المفروض دلوقتي الواي كابيتال عندي يعني هي اتلخبطتني ان انا دلوقتي هل هفصل ان انا اشتغل اول 2 ويرز مع بعض وبعد كده اشتغل الوير اللي هو كلير اوفر ساند جو فير ده لوحده ولا اشتغلهم الثلاثه بنفس الستبس اللي احنا كنا بنعملها بنفس الستبس يعني الفرق الوحيد الطول ال2 عند كل واحد فيهم. طيب هو حاجه دلوقتي الثيكنس برضه حضرتك دلوقتي الثيكنس انا تمام الثيكنس بتاع الاستنس بتاع الفلور او الثيكنس بيبقى تي 2 1.2 جذر الواي جذر الواي اللي هي فرق اللي هي ايه اللي هي عند اللي عند كل وير الواي اللي عند كل وير تمام
انا الواي مش ثابته برضه، انا عندي اول واحد وثاني واحد ثابتين، الثالث مش ثابت. الواي كابيتال قصدك؟ فانا دلوقتي الواي كابيتال هي ثابته، لكن دلوقتي انا في القوانين بتاعتي وانا بحسب التكنس هي بتبقى الواي كابيتال ولا الواي عند كل وير. هي given test 3 test 3 تمام. طب صعد لك الواي تقريبا على تقريبا عند كل واحده لوحدها كابيتال كبيره، فاهم كده؟ بعد كده هو الواي ديت لوحدها والواي دي لوحدها، اخر واحده ديت الواي تبقى لوحدها. الفكرة ان هو معتمد في الجيفن في الكيس ديت ان هو كل الوايات تقضي بعض والدلتات تقضي بعض. انا ما عنديش الحركة دي في الشيت، انا عندي الوايات مختلفة والدلتات مختلفة. فانا دلوقتي في التي 4 0.8 جذر 0.8 جذر الواي مش هتبقى حلو قوي يعني، انا اعتقد مش هتكون كويسة. تمام فاهم قصدك، عشان كده ببص عليها يعني. الكريست ليفل بيقول لك ان الواي هي عباره عن الكريست ليفل بتاعت اول وير، اول وير خلاص الداون ستريم، هي دي الداون ستريم ليفل الكريست بتاع اول وير، قصده على الواي كابيتال دي التوتال هيد. طيب خلينا ايه نفكر علميا، الواي كابيتال ديت اللي المفروض بتخش معايا فين؟ بتخش معايا في حسابات ال ال 2 هو ال 2 واي سمول مش واي كابيتال. ده في الستاندنج ويف وير. هنا مستخدم هنا الواي سمول، الواي سمول. وفي الاتجاهات برضو اللي هي الثيكنس مستعمل واي سمول برضو. وتقريبا هو الستاندنج ويف وير برضو هي المفروض واي سمول اعتقد برضو، يعني اكيد الواي اللي على الستاندنج ويف وير ذات نفسه مش اللي على التوتال. طيب يعني احنا حتى الان هو ما استخدمش الواي كابيتال، فيرست وير حاجه غلط. المفروض احسب الاتش سكو برضه ال سكور هو المنطقي ان انا ال سكور ان انا تشكها بعد الستاندنج وير او بعد اخر وير، مش هتشكها على الفيرست وير صح ولا لا؟ يعني معلش معلش يعني انا دلوقتي في الاتش ال سكور انا المفروض ان انا انا دلوقتي الثلاثه في الثلاثه ويرز عليهم تحتهم فلور، فالمفروض ان انا لما تشيك ال سكور هتشيك بعد اخر وير، مش هتشيك عند الفيرست وير. ما هو ده اللي انا مستغربه، عشان كده انا رحت اتثبت عند الداون ستريم بيد ليفل اوف فيرست وير دي، لان انا عايز اتشيك على اللي هنا السكور اللي هيحصل. سوري هنا اتشيك على السكور اللي هيحصل هنا. هو ازاي يبقى الداون ستريم بيد ليفل اوف فيرست وير اوف لاست وير؟ طب خليني ماشي ارجع للدكتور اسال عليها دي عشان انا افهم بس هو قصده ايه بيها كده، مش انا لان انا فعلا مش فاهمها. تمام. وسأله برضه حضرتك معلش، لو احنا الدلتات مختلفة والوايات مختلفة هنقسمها مسألتين مثلا نخلي اتنين وير مع بعض وير لوحده، ولا هنشتغلها بنفس الطريقة كده ونجلكت مثلا الوير الصغير، او ولا نعمل ايه مش فاهم السؤال التاني بقى. فاهم قصدك، هي كده كده مش هنجلكت ونشتغل لوحدها، لان انت محتاج كده كده في الاخر الدلتا، يعني بدل ما تقول هنا 3 في الدلتا تبقى دلتا 1 زي الدلتا 2 زي الدلتا 3. انا بجري ورا الايه البارامتر اللي انت بتتكلم عنه، مش هيفرق يعني. هنا هتبقى كل القصه انك انت محتاج تحسب التوتال اللي فيرتيكال، ف
فبدل ما يبقوا 3 في الدلتا هتبقى دلتا 1 ودلتا 2 ودلتا 3 كل واحده لوحدها هي. مش الواي برضو مختلف مش دي مش. طب ماشي ماشي مع الواي مختلف دلتا الثيكنس الايه الواي بقى بالنسبه اللي في الثيكنس انا بقى بستعمل واي بستعمل واي عند كل وير بتاعته يعني ولا ايه او ايه البارامتر بتاع الواي الواي ده عند بتاع كل وير خلصنا بالدلتا ماشي الدلتا خلصنا منها ماشي حضرتك قلت لي الدلتا خلاص هتفرق معانا في القانون التي 2 والتي 3 والتي 4 تي 2 وتي 3 وتي ماشي هو معتمد ان انا الوايات تي 2 وتي 3 تبع ماشي فهمت قصدك خلاص هتبقى الكل لكل واي لكل واي صغيره اهو تي 2 وتي 3 وتي 4 دول معتمدين طبعا على الواي اللي قبلها الواي طبعا ده لازم دي واي سمول حتى هو مدي لك ان كل واحده فيهم ليها ريشيو يعني اخر واحده دي تضرب في 0.8 اول واحده دي في 1 ثاني واحده دي في 1 اول واحده خالص او كبير في 1.2 تمام كده تمام فهمت فدول انا معاك في دول انا عايز بس اسال الواي دي ايه اللي مجنناني شويه لو احنا مستخدمين ستاندنج ويف وير ال ال2 بتاعته هو من 2 ل 3 الواي كلها ما اعتقدش لا اعتقد الواي سمول مكتوبه غلط بنسبه 900% في واي سمول نو واي يعني اكيد مش هحسب ال ال2 علشان تروح تكفر لي الواي كلها اللي حصلت على الوير كله فاهمين قصدي يعني شايف ال2 دي لو انا مستخدمها هستخدمها للواي سمول ما هو اللي قبليها برضو كلير اوفر فور كلير اوفر فول وير مستخدمين الواي سمول لكل واحد فيهم عشان يحسب لي البارامتر بتاعه لا 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 دي ال دي واي سمول دي انا متاكد ان هي واي سمول الواي الواي كابيتال دي بقى دي اللي هي الكريتيكال كيس هي من اول وير لحد الداون ستريم دي انا فاهم دي الكريتيكال حاجه الكريتيكال اطلع بيها ايه بقى الواي كريتيكال لا انا مش هتاثر في الواي كريتيكال الاب ستريم موتر ليفل ناقص الداون ستريم بتاعت الفيرست وير دي انا مش فاهم ازاي يعني فرضا يعني ان الاب ستريم موتر ليفل ستريم بيد ليفل انا حسبت ال سكور ديت اخدها لدي هي لدي مش فاهم بصراحه بس انا بقى والفكره في ايه ان هو لما خد هنا الواي بتاعت اول وير بس افتراض ان الميه ما هي لو واقفه عند الكريست ليفل احنا لما هنحسب اصعب اسوأ كيس كانك بتشتغل لوير واحد ده ما هو ما فيش ميه هتعدي وبعد كده تركب الكريست تاني بعد كده هتعدي تركب الكريست التالت وتعدي انت فاهم قصدي ايه يعني لو حسبت الدي انا كان حسبت الدي والدي لان انا افتراضي اصلا وانا بحسب الاتش بص انا بحسب الاتش سكور بقول ايه هي الاب ستريم ووتر ليفل تمام كده ناقص الداون ستريم بيد ليفل بتاع الفيرست وير ناقص الواي كريتيك فانا بحسب السكور الاولاني دوت اللي هو ال سكور دوت بناء على مين الاب ستريم ووتر ليفل فبعتبره الـ يعني الواي كابيتال اللي انا حسبتها الواي كابيتال هي عباره عن ايه هي ده كريست ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل هنا بقى هو عمل الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم بيد ليفل بتاع اول وير لان هو حق ربنا هو الميه اللي هتعدي هي هتاثر على اول وير فاهم قصدي عشان كده اخد منسوب الميه اللي لما عدي من هنا ناقص الداون ستريم بيد ليفل اللي هنا هو اللي هيعمله هنا هو اللي هيعمله هنا هو اللي هيعمله هنا فاهم قصدي فلما حتى لو حسب لو تلاحظ هنا هو حسب ال ال سكور مره واحده وضرب عدد ال ان في ال 3 يعني هو خلى كان ال ال 3 اللي هتزيد هنا هي اللي هتزيد هنا هي اللي هتزيد هنا كان بيتعامل ان السكور اللي يحصل هنا هو اللي هيحصل هنا هو اللي هيحصل هنا هقسم السكور على الثلاثه ايوه فهمت قصدي بس عشان كده هو قصد ان هو فعلا يقول اب ستريم ناقص الداون ستريم بتاع لان لو قال اب ستريم ناقص الداون ستريم بتاع اخر وير خالص وما فيش هيد ميه بالمنظر ده
في الحقيقة ما فيش هيد مية بالمنظر ده. فأنا أحسب على مين؟ على الويري الواحد، وبعد كده أجيب عدد بقى إيه؟ عدد الأطوال، أو أقسم ال L3 عليها. فأنت لو حسبت من أول للآخر هتجيب ال L3 التوتال، بعد كده ممكن ترجع تقسمها على التلاتة. أنت فاهم قصدي إيه؟ هي هي. تمام. ماشي. طبعا لو سيبنا برضه الكلام، بس انا زي ما قلت لك موضوع الواي كابيتال ده، لا دي مش صح، يعني يمكن تكون الواي كابيتال، وزي ما قلت لك الدلتا هنا لو هي الاطوال الثلاثه مختلفين نجمع دلتا 1 و2 و3. احاول اجيب لكم الموديل انسر بتاع المساله ديت، تقريبا هو محلول من السنه اللي فاتت، اجيب لكم الموديل لان المساله ما اتغيرتش. تمام كده. بس هي الفكره ان انا السنه اللي فاتت ما كنتش انا اللي دخلت ايه شرحت الجزء بتاع الستيب دوير ده، تمام؟ فمش معايا الحل دلوقتي، فانا هجيب لكم الحل بتاع المساله الاخيره ديت تتشيك برضو انا وانتوا ايه مع بعض عليها، تمام يا باشمهندس؟ عشان يبقى معاكم ريفرنس قبل ما تخشوا الميد تيرم. خلاص تمام يا باشمهندس، شكرا لحضرتك. يلا هو يا باشمهندس الستيب دوير عادي يعني ممكن يجي في الميد تيرم، ولا زي ما حضرتك قلت هي مسألة تقيلة على الميد تيرم؟ اه لا هي صعب انها تيجي في الميد تيرم الصراحه. طب هو الدكتور اساسا هو عامل تقريبا تسليم الشيت يعني اخر يوم في الامتحانات، يعني احنا لازم هنبقى نخلصه قبل ما الامتحانات تبدأ، فاحنا ما ينفعش نزقه يومين بس عشان ما نبقاش مربوطين دي بتسليم. مع الدكتور مش معايا للاسف، لان هو فاتح لكم اونلاين ان هو بترفعوه اونلاين صح؟ مظبوط. طيب لا ما دي صعبه جدا، لان مش في الصعبه اقصد، ممكن تكلموا الدكتور تقول يعني قولوا له ان هو عايزين مثلا نشفتوا، عايزين تشفتوها بعد اسبوع الميد ترم. اه بالظبط، يعني عشان لو زي ما حضرتك بتقول مثلا الستيب دي لو في حد مش عايز يذاكرها دلوقتي او مش عايز يحلها ما يبقاش رابط نفسه بيها كده تمام يعني. خلاص ماشي، انا هحاول ابلغ دكتور بالقضيه واشوف ربنا يسهل اشوف ايه اللي هيحصل. ماشي شكرا يا باشمهندس. لا حد عنده اي استفسار؟ شكرا لحضرتك جدا يا باشمهندس، احنا تعبنا حضرتك يا باشمهندس والله معانا اصلا، يعني يكفي ان حضرتك تفهمت ان احنا نبدر السكشن كده. لا 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 ولا يهمك عادي مفيش اي مشكله، المهم بس تكون بتسجلها علشان بس لو في حد عايز يسمعها.